صباح الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم ان شاء الله هنكمل الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه امس. امبارح كنا اتكلمنا على شبكة الوان، اول محاضرة لمادة عمارة الشبكة او ربط الشبكات، اسمها ربط الشبكات، برضو سموها زي الاسم الحديث زي ما قلت امبارح، عشان تربط شبكات كتير ببعض، كل شبكات اللان، شبكة لان 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 بمسافات بعيدة، فسموها ربط الشبكات. هنكمل الكلام على المادة دي النهاردة. امبارح اتكلمنا ايه الوان، وشرحنا يعني ايه وان، واتكلمنا على التطور الخاص بأكبر أهم شبكة وان في العالم دلوقتي، هي شبكة الإنترنت، وشفنا التوصيل ازاي من مكان لمكان، وشفنا شنو أطحنك تاني وفينا، وشفنا طريقة التوزيع بتاع الكابلات ازاي بتتوسع وانتشرت من مصر لأمريكا، راحت لفرنسا واليابان ودول نشروها والكلام ده كله، واتكلمنا عن الكابلات دي. طيب النهارده بقى هنتكلم زي ما قلت امبارح على التصميم. يعني ايه التصميم؟ ايه الحاجة اللي بالتصميم اللي بتطبق داخلي؟ يعني ايه الداخلي؟ انا دلوقتي الكابلات اللي انا بقولها دي بتتسمى الكابلات المؤجرة. الكابلات دي اسمها الكابلات المؤجرة، وبيرمزوا لها من زمان لحاجه اسمها E1 2E1 وحاجات كده. يعني الكابلات دي زي ما قلت، شفتوا اشكالها، احجامها اتطورت عبر التاريخ. يعني بدات في اول ما بدات في التسعينات، بدات تنتشر في التسعينات عندنا، كان حجمها 1 ميجا 2 ميجا، وكانت بتيجي بالسرعات، النت كان عم بيوصل 56 كيلو وحاجات كده. يعني دلوقتي بالتيرة، يعني الكابلات دي تبقى جايه لكم بالتيرة، يعني جايه كده الكابل اللي جاي من فرنسا معدي على مصر مثلا، رايح الكابل ده جاي بالتيرة، أحجام بالتيرة، في مثلا 10 تيرة، تيرة يعني 1000 جيجا. طبعا اللي مش عارف تيرة يعني إيه، تيرة يعني 1000 جيجا. والكابل بيروح للدولة، لما بيروح للدولة الدولة دي بتاخده بقى. يعني مثلا في السعودية مثلا في كابل في الينبع، وفي كابل في كابلين في ينبع، كابلين جايين في، يعني عند عدد كابلات كتير جاي. الدولة لما بتاخد الكابل ده، الدولة نفسها بقى حاجة من الاتنين، لا إما مثلا حد مأجر آخر الكابل ده على حسابه، ده هنتكلم عليه بعد كده، لما مأجره يعني ايه مأجره؟ شخص غني مشتريه عادي لشركته، عامل شركة كبيرة عايز خط لوحده، مش مشكلة يعني، فبيدفع فلوس في الكابلات. واحد يقول لي طب معلش انت بتقول جاي من فرنسا، الكابل ده بتكلفة الشركة مثلا بتاعت فرنسا او الشركة اللي هنا، هي بتدفع التكلفة بتاعة التوصيل والحاجات دي كلها عشان انت تقدر ترتبط بالشبكة، فهو الكابل ده بيدفع ثمنه، لا اما واحد يكون مؤجره مؤسسه شركه، لا اما الدوله نفسها، زي مثلا دوله هنا مصر عندنا احنا مثلا في كابل جاي لرجل الاعمال عندنا، لو مثلا جيب سورس عندكم انتوا مثلا في هنا وليد طن بالطلال، ده كابل جاي لشركته وده جاي يجيب لشركته كابل خاص بيه، فاهمين قصدي؟ طيب الكابل ده لما بيجي بقى زي ما قلت، لا اما حد شركه لا اما الدوله، اللي بياخد الكابل ده بقى بيبقى اسمه في المجال سي بي اي، احنا بنسميه كده سي بي اي، المركز مزود الخدمه. ده مزود الايه؟ الخدمه، الراجل اللي هيزود الناس بخدمه. يعني الكابل الممدود من هنا لهنا ده، من اول ما يوصل بقى في الدوله او المكان او الحد اللي هياخده ده، الشخص ده او المكان ده او المركز ده بيتسمى السي بي او مزود الايه؟ الخدمه، يعني الموقع اللي هياخد الخدمه، اللي مشترك في الخط ده. طب الخط المؤجر ده عرفناه، طيب ماله بقى لما بيوصل بقى طريقة توزيعه بيتوزع جوه ازاي؟ طبعا لما بيجي يتوزع حسب، لو هي تبع الدولة الحكومة، الحكومة تبدأ توزعه وتوصله حسب الشركات مثلا، او عندها مثلا شركات اتصالات او كده والكلام ده كله. التصميم بقى، التصميم ازاي؟ يعني ايه التصميم ازاي؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا، ركزوا معايا، المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ده التصميم الطبيعي، طبيعي اهو ده التصميم الطبيعي لو انت عايز تعمل شبكة وان خلاص خاصة بيك. يعني مثلا ده انا الاجهزة بتاعتي اهي، اهي زي ما قلت امبارح بفكر الناس اهو، دي اجهزة في مبنى، حلو، انا الاجهزة دي عاملها في ايه؟ في مبنى جوه مثلا فرع الفلان، وعندي فرع تاني للبنك بتاعي مثلا الفلان الفلاني، الاجهزه بتاعت البنك الفلاني، بربط البنوك دي كلها ازاي؟ في راوترات مربوطه بالسويتش انا، وفي راوتر مربوط سويتش، وفي راوتر مربوط سويتش،
خلاص، وربط الراوترات ببعض عن طريق الكابلات اللي ممدوده في الايه، زي ما شرحت امبارح اللي ما شافش يشوف الفيديو بجرعه، الكابلات الممدوده في الايه، في المدينه او في الدوله جوه الدوله، خلاص اللي انا رابطها جوه الدوله باتفاق مع الشركه اللي موجوده الراعيه. يعني ده لو انا التصميم اللي انا بقوله ده لو انت عايز تعمل تصميم وان خاص بيك انت، فبتتفق مع الدوله هنا مثلا اللي بيعمل الموضوع ده في البنيه التحتيه للشركات والحاجات دي، الشركه السعوديه مثلا للكهرباء. اه ايه ده، انا الرجحي بنك الرجحي عايز اعمل في فروعي كابلات تتمد بين الفروع، فيمد الكابلات، بس الكابل زي ما قلت شرحت امبارح، ادي المبنى اهو، ده المبنى عشان الناس تفتكر، ادي ده المبنى بتاع فرع من الفروع ايا كان الفرع ده فين، انا بشرح على اساس ان فرع ايه، عندك كابل اهو، ادي قصدي ده فرع، ده مبنى مثلا فرع مثلا الجامعيين، بس الفرع ده جواه سويتش اكيد، يعني لازم جواه سويتش، السويتش ده مربوط بكل الاجهزه بتاعت الفرع والكمبيوترات والكاميرات وكل حاجه مربوطه بيه، حتى الاي تي ام، كل حاجه، حتى اجهزه بتاع الزيت دي اللي بتاع، كل حاجه مربوطه بالسويتش ده. السويتش ده بقى مربوط براوتر، وتشوفوا وريتكم امبارح جهاز الراوتر، جهاز الراوتر اللي هو بتاع سيسكو مثلا، جهاز الراوتر ده بقى جاي الفني او بتاع المهندس، مهندسين او الناس المسؤوله عن الشركه عملوا له كونفيجريشن زي اللي انتوا كنتوا بتعملوه مع في الباك اللي مع الاستاذ عبد العال الربع اللي فات، الاعدادات بتاعته، الاعدادات بتاعته لازم تتوافق مع اعدادات الفرع اللي هناك، ايه ده ما ده فرع تاني مثلا فرع الايه النخيل، لازم الاعدادات اللي هنا برضو نفس الكلام، ده برضو المبنى جواه راوتر، الراوتر ده مدين كابل رابطينه بالسويتش، والسويتش مربوط بيه كل الاجهزه، برضه هنا نفس الكلام، ده مثلا بتاع الرياض، مبنى الرياض او مبنى في نفس المدينه مش هتفرق. المهم بقى الراوترات دي بتتربط ازاي؟ شرحت امبارح ان في بتطلع كابل من الراوتر ده تربطه بالكابينه، ايه ده؟ اه ما المبنى فيه كابينه، الكابينه دي خلاص قلت هتكلم عليها بالتفصيل، طبعا لو شركه خاصه انت عامل الكابينه الخاصه بيك، التصميم الخاص بيك، الكابينه دي كابلات بقى مربوطه في الارض واصله لحد ايه الفرع الثاني حسب بقى طريقه التوصيل، في كباين في النص، في حاجه هنا مثلا في كابينه ثانيه، الكابينه دي طالع منها كابل ومربوط بالايه؟ بيتربط بالراوتر ده، يعني الراوترات اللي هناك اللي موجوده اللي بتعملها اعدادات بتطلع كابل وتربطه في الكابينه دي. انت عارف بقى واحد يقول لي طب الكابينه دي مثلا فيها منافذ؟ اه زي اللي عندك في البيت، احنا هنطبق الكلام ده على اللي عندك بقى في البيت عشان تفهم، يعني هتفهم الفكره. طيب وبيطلع عايز اربط باللي هنا برضه، راح مطلع كابل تاني من الراوتر او نفس الكابل، ليه نفس الكابل؟ ممكن الكابينه دي تكون متوصله برضه بايه؟ بالكابينه اللي هنا عادي، عادي ممكن، او ممكن تتوصل انت الكابينه اللي هنا بتطلع منها كابل اللي في الحيطه تربطها بالسويتش، انت بقى عامل كونفيجريشن ده كونفيجريشن ده كونفيجريشن كده كده الشبكات دي هتتصل ببعض، ده التصميم الطبيعي. لو انت عايز تعمل وان خاصه بيك ده التصميم اسمه الاساسي. طيب احنا بقى في البيوت، اذا كنت انا هتكلم دلوقتي على ان ايه، بقول ان الكابل اللي جاي من بره ده المؤجر ده اللي انترنت، تعال نتكلم عن الانترنت بقى شويه، مش الوان اللي هي الخاصه بتاعت الشركات، اللي الانترنت بقى اللي احنا شرحناه دلوقتي، كابلات الانترنت دي قلنا هي جايه داخله الدول والكلام ده كله، الدوله بتاخدها بتوزعها كل واحد حسب الدوله اسمها، يعني اللي بياخد ده اسمه سي بي اي المشترك، حلو، بيديك بقى مزود الخدمه اس تي سي موبايلي زين ايا يعني كان بقى لحد الاخر، الشخص اللي بيديك ده بقى خلاص بتوصل لحد البيت ازاي، التصميم بتاعها ازاي، تعالوا نشوفه بقى. بص بقى انت عندك في البيت حضرتك، ركزوا معايا، ده اهو ده الكمبيوتر بتاعك في البيت، كل اللي حضرتك عامله مطلع كابل وربطه بايه؟ بالراوتر اللي عندك في البيت اللي بتسميه انت راوتر بتاع اس سي، او في ناس بتسميه مودم، او في ناس بتسميه اي حاجه تانية، بس اغلب الناس بتسميه مودم وراوتر، الجهاز اللي عندك في البيت ده خلاص تمام، اسمه مودم واسمه راوتر ليه؟ ليه اسمه مودم وليه اسمه راوتر؟ جهاز الاس تي سي ده اللي بيجي لك او موبايلي او كده بتاع اللي بيجي لك بتاع اللي بتربط بيه بالكابينه اللي تحت، هو اسمه مودم او راوتر كان الاتي، لان الكابل اللي جاي، بص اهو اجيب لكم الرسمه اللي توضح اكتر، لان ادي البيت بتاعك اهو، ادي الكمبيوتر بتاعك، لان الجهاز ده اللي بيسموه مودم او راوتر هو كذا جهاز في بعض، كذا جهاز في بعض، هو من جواه
ركزوا معايا، في راوتر جواه، في راوتر، بس الراوتر معاه جهاز تاني كده اسمه مودم. ايه مش فاهم؟ يعني بيبقى الجهاز اللي انت عندك في البيت ده في الحقيقه، لو انت هتعمل بقى في الحقيقه عايز تشوفه متفصل كده في الشكل الواقعي المتفصل، اهو اهو اهو، بصوا الصوره دي. مش عايز انا فيديو، فيديو لا، طيب هجيب فيديو كويس مش مشكلة برضه، هجيب فيديو. بصوا اهو ده، ركزوا معايا، ده التصميم اللي انتوا شايفينه ده، ده لو انت هتعمل في شركه محترمه. ايه ده؟ لو انت زي ما تقول كده النت المحترم، ايه ده؟ يعني زي ما تقول كده انت في البيت عندك، معلش، هما اس تي سي ده اللي عندك، الجهازين دول في بعض، ده وده مع بعض، الجهاز ده والجهاز ده مع بعض، جهاز اسمه راوتر وجهاز السي اسمه سي اس يو ال او مودم اسمه عندك مودم، هما اتنين في بعض. واحد يقول لي يعني مش فاهم. الجهاز اللي عندك ده كالاتي، بصوا يا شباب دلوقتي حضرتك، انا لما اجي خلاص اربط الكمبيوتر، افهمه، اربط الكمبيوتر بالراوتر، ادي الراوتر اهو، اربط الكمبيوتر هنا براوتر، تمام، ادي الراوتر اهو، اطلع منه كابل، شكرين، خلاص، وفي سويتش هنا في البيت عندي ورابط، ده راوتر اطلع منه كابل فاربطه بالكمبيوتر او اربطه واي فاي لو هو فيه واي فاي او كده. انا لما بطلع بربطه بالراوتر، الراوتر لو جبت راوتر لوحده، الراوتر بيتعامل مع البيانات الانالوج، سوري الديجيتال، واحدين ايه، الصفر والواحد، الديجيتال اللي هي الصفر والواحد، خلاص الصفر والواحد. الكابل اللي جاي، خلاص اللي جاي المؤجر ده، الكابل اللي جاي مؤجر ده اللي انا بقول عليه جاي من بره ده، برضو بينقل بيانات ديجيتال، بيانات ايه؟ ديجيتال، صفر وواحد، اللي جاي الرسم اللي انا قلتها من بره ده، خلاص جاي صفر وواحد. طيب انا جوه هربطه بايه عشان اريح دماغي؟ ايه ده؟ ايه البنيه التحتيه؟ طبعا انا بقول الموضوع ده وصل التسعينات، الانترنت وصل لنا احنا في البيوت التسعينات، واغلب الدول العالم وصل لها بالثمانينات والحاجات دي كلها. ايه البنيه التحتيه اللي موجوده عندنا وموجوده من زمان وبنستخدمها من زمان، بدل ما نقعد نعمل بنيه تحتيه من جديد ونبني ونشيل والكلام ده كله؟ ايه الحاجات اللي موجوده عندنا وموجوده في كل حته ومعموله من زمان؟ خطوط التليفون، خطوط التليفون، خطوط التليفون دي ممدوده من زمان، من قبل ما يخترعوا الانترنت او يعملوا كابلات الانترنت. طيب ايه اللي يحصل؟ خلاص انا عايز اربط الكابلات دي اللي جايه من هناك بكباين الانترنت ووصلها انت عندك في البيت دلوقتي. مثلا الكمبيوتر اللي انت ربطه، الرسمه اللي انا بقول لك جايبها دي، انت دلوقتي الكمبيوتر اللي عندك في البيت ده طلع منه كابل او متصل بالكابل، عندك الجهاز اللي بتجيبه ده طالع منه كابل ونازل بالكابينه اللي ايه، اللي تحت، نازل في الكابينه اللي تحت، الكابينه اللي هي موجوده في الحيطه. الكباين اللي في الحيطه دي في الاساس كانوا عاملينها عندك انت في بيتك، مش زي بتاع الركحي، كانوا عاملينها ايه؟ خطوط تليفون، باستخدام التليفون قبل ما يخش الانترنت. طيب حلو، بدل البنيه التحتيه المتوفره، التليفون ما بيشتغلش بديجيتال. ايه ده؟ ما بيشتغلش بديجيتال، بيشتغل انالوج، صوت، بينقل صوت، البيانات اللي بينقلها خط التليفون صوت. طب انا عايز ينقل ديجيتال او البيانات اللي تمشي فيه، طب ما هو مش هينفع، ليه؟ البيانات اللي طالعه من الكمبيوتر ديجيتال، الكمبيوتر اللي تطلع من الكمبيوتر ديجيتال، وطبعا الكمبيوتر لازم اربطه براوتر، لازم اربطه بايه؟ براوتر. يعني التصميم اللي انا بقوله اهو ده، دي اهي، ايه ده اهو، انت عندك في البيت لازم ايه، في راوتر،
لازم تكون يعني هنا في راوتر خلاص. طيب والراوتر ده البيانات اللي هتطلع منه هتبقى برضو ايه؟ ديجيتال. ديجيتال حلو. طب انا مش عايزها يعني، انا دلوقتي الديجيتال ده مش هينفع، انا مش هينفع ديجيتال خلاص، انا عايز يعني خليها تمشي في التليفون، خط تليفون. التليفون ده بيمشي انالوج، بيسموه انالوج. اعمل ايه حضرتك عشان تعمل كده؟ لازم يبقى فيه مودم اللي هو ليه اسم تاني كده خلاص، سي اس يو، اه بيسموه كده الجهاز ده سي اس يو دي اس يو، هو اسمه كده سي اس يو دي اس يو، جهاز تحويلي وظيفته بيحول البيانات من نوع لنوع من نوع لنوع. انا دلوقتي الكابلات، واحد يقول لي اشمعنى انت بتقول نوع لنوع؟ لان في دول تانية ما كانش عندها البنية التحتيه تليفون، لما هنتكلم بعد شويه. لا احنا عندنا في الدول بتاعتنا اغلبيتها مثلا في الشرق الاوسط كان خطوط التليفون، خطوط التليفون بتستخدم اشارات، اشاره الموجه انالوج، الكمبيوتر ديجيتال، الاشاره ديجيتال. طيب الكمبيوتر عشان او اي يعني التصميم اللي انا لسه قايله الاساسي عشان افهمكم الفكره، التصميم الاساسي لشبكه الوان، التصميم الاساسي ده التصميم الاساسي لاي شبكه وان. انا دلوقتي عندي سويتش هربطه بكمبيوترات، هطلع كابل من السويتش هربطه براوتر، الراوتر لازم يتربط براوتر، ده التصميم الاساسي. طب انا دلوقتي معلش بقى، انا هطلع كابل من الراوتر، الراوتر انا الكابل اللي هطلعه منه دلوقتي كدلوقتي وهربطه في الكابينه اللي عندي، طبعا الكابينه اللي عندي تحت في البيت، لما اشرحها تاني على ده عشان تفهموا اكتر. الكابينه اللي عندي في البيت تحت هنا خلاص، دي بتاعه التليفون، الخطوط اللي ماشيه دي تليفون، مش متصممه جاهزه وجايه لي الشركه عاملها لي جاهزه زي بتاعه الرجحي والحاجات دي، دي كانت موجوده بتاعه التليفون، بتنقل بيانات انالوج صوت. البيانات اللي طالعه بقى من الراوتر ديجيتال. واحد يقول لي طب ما فيش راوتر عندي في البيت ده، لا حضرتك الراوتر اللي في بتاع اس تي سي ده خد بالك هو جواه راوتر، بس راوتر على قده شويه، واسمه مودم لانه جواه برضه مودم، يعني هو جواه الجهازين اللي انا وريتهم لك، اللي هوريهم لك دلوقتي، هو في جهازين مع بعض بس هم مخصرقصين وعاملينه كده البوردتين وعاملينه كده على قده، مش راوتر بقى محترم تخش تعمل فيه كونفجريشن وايه بس تحله. طيب انا دلوقتي واحد يقول لي طب المودم اللي انت بتقول عليه انا في جواه راوتر، المودم اللي جوه ده في الاس تي سي موجود ليه؟ ما لسه قال من شويه دلوقتي انا هطلع كابل دلوقتي لو ربطته بالكمين اللي تحت مش هينفع تشتغل. ليه؟ دي انالوج، اشاره انالوج، انا عايز الاشاره تمشي انالوج خلاص. ايه اللي يحصل؟ تلكب جهاز المودم. ايه ده؟ يعني التصميم مفروض الطبيعي خلاص في الشبكات اهو، يبقى في راوتر خلاص، في راوتر خلاص همسحها عشان تشوفوا اهو، ادي اهو السويتش هو اللي بيربط الكمبيوترات ببعض، السويتش ده بيطلع منه كاب اي كمبيوترات اجهزه الطرفيات كلها البرنترات الاي تي امات، واطلع كابل منه براوتر، والراوتر ده هو لو كل ده مبنى مثلا داخل مبنى، الراوتر ده مش هيتربط مباشره لا، الكابل اللي طالع منه مفروض تتربط بمين؟ بالكابينه اللي هنا، بس الكابينه اللي هنا اللي انا عاملها هنا في المبنى بتاعي في البيت بتاعي دي اه اللي هي تمشي بمسافات خلاص، الكابينه الثانيه دي تليفون، تليفون خط تليفون ده بيشتغل صوت. طب اعمل ايه؟ لا احط هنا بقى، اطلع كابل من الراوتر احط هنا جهاز اسمه مودم، جهاز كده بيتسمى مودم. ايه المودم ده؟ هقول دلوقتي سموه مودم ليه. مودم خلاص، المودم ده هطلع بقى منه كابل يتربط هنا. ماله بقى المودم ده؟ المودم ده حضرتك سموه كده مودم، كلمه مودم خلاص اختصار كلمتين موديولر ودي موديولر. ايه ده؟ اه بصوا اه ده الصوره الحقيقيه اه، ده جهاز سي اس يو دي اس يو او مودم، يعني سميه مودم. سي اس يو ده اسم العلمي بتاعه، هنقول يعني كده يعني ايه سي اس يو دي اس يو، بس ده راوتر وده مودم. انت عندك اللي في البيت تمجيل الاثنين دول في بعض، لكن لو هتعمل شبكه محترمه وليله كده هتجيب الجهازين دول بتكلفه يعني. ليه؟ لان الجهاز ده مش مودم بس. ايه ده؟ اه هنعرف بعد كده ان الموضوع اتحول، بس انا بشرح على اللي في البيوت، اللي عندك في البيت اللي هو خطوط التليفون، الجهاز ده سموه سي اس يو دي اس يو بس اغلبيه المودم. انت اللي عندك في البيت اتنين دول في بعض، ليه الاتنين دول في بعض؟ هو كده متوصلين جاهز، ده مودم
بتطلع زي المودم اللي في البيت ده متوصل بجهازك ده ديجيتال خلاص. لما بتيجي البيانات ليه هو لازم تتحول انالوج تخط تليفون. الجهاز ده بقى اللي بيعمل كده، الجهاز ده اللي بيعمل كده وظيفته يحول من ديجيتال لانالوج، والتحويل من ديجيتال لانالوج بيتسمى مديولر. بيتسمى ايه؟ مديولر. عمليه دي بتسمى مديولر، عمليه التحويل. اي حاجه تتحول من ديجيتال لانالوج بتسمى مديولر. ويعمل العكس. يعني ايه يعمل العكس؟ ما هو دلوقتي معلش يعني لو هو بقى ايه اهو بناء على الرسمه دي، انا دلوقتي بقول ان انا دلوقتي اهو ادي التوصيل او ارسم لكم واحده انا احسن. لو انا عندي اهو عشان تفهموها ادي ارسم لكم انا الليله كلها خلاص سيبكم الليله. لو انا لو عندي اهو الجهاز الكمبيوتر اللي في البيت بتاعي خلاص، الجهاز ده بتعمل واي فاي او اتصال بالجهاز الاس تي سي اللي عندك. الجهاز اللي عندك ده جهازين، الجهاز اللي عندك جهازين. ايه ده؟ يعني الرسمه المفروض توصيله ادي اهو، ده الراوتر، ده راوتر اهو راوتر خلاص. الراوتر ده مربوط بام، تطلع منه كابل مربوط بالكمبيوتر او واي فاي. الراوتر ده هياخد من الكمبيوتر ديجيتال، الموجة ديجيتال بيسموها دي ديجيتال خلاص. طيب انا بقى عايز اطلع الكابل، الكابل طالع منه ده مربوط في ايه؟ في الكابينة اللي عندك في الحيطة في في البيت. الكابينة دي شغالة بالتليفون انالوج طبعا. واحد يقول لي دلوقتي لا انا بتكلم زمان لحد التسعينات، الموضوع دلوقتي على فكرة اتغير شوية هنتكلم عليه بعد، بس بنتكلم في التصميم اللي ظهر لحد التسعينات. وفي البيت عندك لسه الجهاز اللي عندك فيه اسمه مودم. ليه لحاجه تانية هنقولها، بس خلينا نقول هنا في مودم. ايه ده؟ تصميم لازم يكون في مودم، راوتر بعديه مودم. حلو. المودم ده بقى الكابل بتاعه طالع منه كابل ومربوط بايه؟ بالكابينه اللي عندك في الايه، في الحيطه في البيت. حلو. والكابينه دي بقى الكابل بتاعها ماشي في تحت الارض ورايح لحد كابينه تانيه فيها اجهزه او من السنترال المركز الخدمه. يعني ماشي بقى في اجهزه هنا لحد ما يجي زي ما قلت مركز الخدمه اللي بتاخد منه اللي هو ايه بيسميه سي بي اي اللي هو مثلا اس تي سي ولا موبايل. مركز الخدمه الناحيه الثانيه الخط بتاعك الكابينه بتاعتك دي زيه بالظبط. يعني ايه زيه؟ في لازم يكون هنا مربوط بمودم. ايه ده؟ يعني لازم يكون هنا مودم برضه. والمودم ده بعده راوتر، جهاز راوتر برضه. والراوتر ده بقى يطلع منه كابل ويتربط بقى بالايه؟ بالجهاز اللي بيزود الخدمه اللي هو مربوط بعد كده بالكابل الرئيسي اللي جاي من فرنسا. ايه ده؟ يعني نفس الفكره نفس الليله كده. ده المركز اللي جاي. يعني من الاخر حتى المركز اللي بيجيب منه الخدمه خلاص السي بي اي اسمه سي بي اي بيبقى كده برضه. في مودم وهنا يعني زي ما عندك انت في مودم، انت عندك الاثنين دول في جهاز واحد. راوتر ومودم في بعض متركبين في بعض. ليه؟ لان البيانات بتطلع ديجيتال عايز تتحول لايه؟ لانالوج. الانالوج ده بيمشي هناك بيروح لايه؟ العكس. ومزود الخدمه بيعمل لك العكس، بيطلع ديجيتال بيطلع انالوج. يعني المودم ده بيعمل حاجتين، بيحول اللي جاي من انالوج لديجيتال ومن ديجيتال لايه؟ لانالوج، لان التليفون انالوج. ده خطوط التليفون فسموه مودم عشان كده، سموا الجهاز مودم عشان كده وسموه راوتر عشان كده. هو اتنين في واحد، عندك انت اتنين في واحد. بس ده التصميم. يعني ايه التصميم؟ هو جوه معمول بالطريقه دي.
الجهاز الراوتر مربوط بالكمبيوتر او بالسويتش، يعني انت ممكن تجيب سويتش هنا زي ما قلنا والسويتش ده يتربط بالكمبيوترات، بس لازم الراوتر الراوتر الاول والراوتر ده يكون طالع منه كابل والكابل ده مربوط بالكمبيوتر. يعني لازم يكون زي الرسمه دي كده من الاخر يا شباب، زي كده العمليه دي اهو، ادي راوتر، الراوتر بعديه سي اس يو دي اس يو اللي هو مودم. واحد يقول لي طب ممكن يكون حاجه ثانيه غير المودم؟ اه هنشرح، وبيسموه سي اس يو سي دي اس يو لان ده اسم بتاع العلم بتاعه، ده الاسم ده العلم بتاعه، جهاز اسمه سي اس يو دي اس يو. خلاص، بعدين الكابل اللي هيمشي في خطوط التليفون او الخطوط اللي ماشيه الناحيه الثانيه، يبقى في جهاز سي اس يو دي اس يو والناحيه الثانيه راوتر، الراوتر ده مربوط بالايه؟ بالحاجه الثانيه السنترال. او ده التصميم اللي بيبقى موجود عندنا في التليفون، دول الاثنين بيبقى عندك انت في البيت في جهاز واحد بتوفر لك الشركه بحاجه جهاز واحد. الناحيه الثانيه لا، اللي بيجيب لك مزود الخدمه مش جهاز واحد، بيبقى حاجه محترمه بقى جهازها كده، بيبقى شكلهم على الاقل زي ده. يعني اللي انا هجيبه لكم ده اقل واحد، اللي هو ده اقل واحد، بس في بقى راوترات انضف من كده طبعا، اللي هو التصميم ده او الشكل ده راوتر وسي اس يو. حلو، احنا بقى خلاص التصميم ده هو الاساسي اللي اتعمل عليه كل الشبكات اللي هنشرحها دلوقتي. يعني ايه الشبكات؟ الراجل بيشرح لك كده. الشبكات يا شباب كلها اللي هنشرحها خلاص، اللي هي الداخليه الشبكات الوان اللي جوه الدوله اللي هي بتاعت السي بي اي، احنا بنتكلم عن السي بي مزود الخدمه، الشبكات اللي بتتربط بالتصميم ده التصميم. الشبكات دي بقى تطورت، يعني ايه تطورت؟ التقنيه او الحاجات اللي بتستخدم في وسط ما بين الحاجات دي والحاجات دي تطورت، التقنيه اللي بتستخدم تطورت. انا اجيب لكم فيديو بس يوضح لكم الفكره. هنا ده توضيح للتصميم الاساسي بتاع الايه؟ بتاع الوان. الوان كونفتي ده التصميم الاساسي اللي على اساسه خلاص موجود فيه شبكات الانترنت كلها، الانترنت بالذات. ادي راوتر طبعا زي الراوتر، هو جايب لك الراوتر ده مربوط بحاجه اسمها سي اس يو اللي هو مودم، يعني في العصر اللي بالنسبه للخطوط التليفون اسمه مودم، بس سموه كده لانه تحول بقى حاجه ثانيه، وهنشرح يعني ايه اختصار الكلمه دي يعني هتفهموها بعدين. خلاص انا اقولها بعدين سي اس يو دي اس يو. بعد كده الكابل هيتمد هيمشي بقى هنا، دي يعني زي ما تقول كده الايه السحابه دي اجهزه حاجات، هيروح هناك لمزود الخدمه برضو اللي بيجي لك ده عنده نفس الكلام او جهاز تاني انت متصل بيه. تمام، دي اسمه تصميم احنا بقى هنتكلم اهو بشرحه حتى هنا اهو، بص ده يوضح اكتر عشان تفهموا اكتر اهي. بصوا اهو دي اجهزه مربوطه بالسويتش بتاعت الفرع مثلا في ده، ادي الراوتر السويتش اللي يتربط براوتر، الراوتر ده يتربط بالسي يو سي يو دي سي يو اللي هو المودم مثلا، جهاز المودم احنا بنسميه المودم. بالنسبه للمودم ده هيطلع منه بقى كابل لحد الناحيه الثانيه، يعني في حاجات في النص بس ما سبق اللي هي الكابلات الممدوده ايه، بس الناحيه الثانيه يبقى لازم يبقى في مودم عشان يحول العكس، وراوتر، والراوتر مربوط بايه؟ بسويتش، والسويتش مربوط بالايه؟ ده التصميم بيسموه التصميم الاساسي لشبكات الوان، بالذات شبكات الوان الانترنت. خلاص تمام، طبعا سي اس يو سي اس يو او شانل سيرفيس يونت وتادا سيرفيس يونت. طبعا ليه احنا بنقول بقى يعني مودم؟ لان زي ما قلت المودم هو الاساس، كل الكوكب اللي احنا فيه اهو، كل الكوكب اللي احنا فيه اغلب الدول اللي احنا شغاله بالانترنت بتستخدم خطوط التليفون زينا، بس الموضوع تطور دلوقتي ما بقاش في خطوط تليفون قوي، بس لسه بتستفيد اللي بيستخدم خطوط التليفون. خلاص خطوط التليفون عشان كده. طيب احنا بقى عندنا موضوع تاني خالص هنبدا نتكلم عليه، الا وهي ايه؟ احنا هنبدا نتكلم زي ما قلت من شويه انواع الشركات، مش سوري الشركات دي، انواع التصاميم سوري انواع الشبكات الداخليه. يعني التصميم ده اوكي بس حصل تطور ليه؟ طلعت في انواع من الشبكات الوان. خلاص الانواع دي تطورت، من ضمنها النوع اللي مشهر ده وفضل معانا كتير الدي اس ال، انت تسمع يقول لك اجيب الدي اس ال الدي اس ال، 3 جي مثلا وال4 جي ده نوع من انواعهم. ده ما هو التصميم بتاع 3 جي و4 جي نفس الكلام، بصوا ركزوا معايا خدوا بالكم، كل التصميمات كل الانواع هي نفس التصميم اهو. ايه ده واحد يقول لي 3 جي و4 جي برضه يعني بيتطبق كده كلام؟ طبعا
حضرتك الراوتر اللي انت جايبه بتاع الثري جي اللي جايبه برضه نفس الكلام، هو راوتر وبيتربط بالانتنة. الانتنة بقى فيها سي اس يو دي اس يو. الانتنة دي هي سي اس يو دي اس يو، جواها فيها دي سي الجهاز اللي هو البول عليه ده عشان تحول النوع الاشاره. واحد يقول لي طب معلش دي مش بتستخدم تليفون هوا، ما هو السي اس يو، ما نشرح بعد شويه كده هقول لك ان السي اس يو سي اس يو سموه كده عشان محول، هو فكرته ان هو بيحول. ممكن تبقى مودم وسموه مودم برضه عشان المودم، كلمه مودم زي ما قلت عمليه التحويل وعمليه ليه سموه مودم؟ عشان كده السي اس يو المودم، لانك هتحول برضه من نوع اشاره رقمي اللي هو الى نوع حاجه تانية تقدر تنقلها لايه؟ البيانات الراديو اللي حضر معايا لاسلكي راديو. انا بحول من اشاره لاشاره، فمحتاج سي اس يو دي اس يو اللي احنا بنسميه مودم. هو مودم لو بيسموه مودم ده اللفظ الدارج اللي هو كلمه موديولار ديموديولار، اختصار كلمه المودم ايه ده؟ ده التصميم الثابت لكل الانواع الوان زي 3 جي و4 جي او الدي اس ال. ايه ده؟ ما دي انواع. احنا بقى هنتكلم عن الانواع دي، هنبدا نتكلم ايه الانواع اللي انتشرت جوه الدول او كده، او التصميمات او انواع الشبكات دي، وايه التطور اللي حصل لها، وكل واحد يختلف من سرعته. كل نوع او تقنيه بيسموها تقنيات بقى عشان نقول اللفظ الصح، تقنيات، تقنيه 3 جي 4 جي دي اس ال اختلفت من حيث سرعتها والمسافات والحاجات دي كلها. تمام، بس ده التصميم الاساسي بتاعنا اللي هنتكلم على اسمه. بس قبل ما نتكلم على الكلام ده، في حاجه هنتكلم عليها مهمه قوي، الكابل اللي في النص ده. ايه ده؟ الكابل اللي بيربط ما بين الراوتر والسي اس يو، او من السي اس يو والسي اس يو. الكابلات اللي في النص دي، الكابلات دي خلاص، الكابلات دي اللي هي السيريال. ايه ده؟ مش فاكر لما انتوا بتعملوا التصميم انك بتطلع من هنا راوتر عايز تربط براوتر تاني منفذ سيريال. المنفذ السيريال بقى اللي في الراوتر، الكابل اللي طالع من المنفذ السيريال ده، الكابل ده في منه انواع، والانواع بتاعت الكابلات دي، واحد يقول لي يعني معلش انواع دي يعني قصدك الكابلات انت درست لنا الاوبتيكال فايبر و واللي هو اللي هو التويستد بير والكواكسل. لا، احنا ما بنتكلمش على الكابلات اللي في النص دي اللي ممدوده. الكابلات اللي في النص دي دلوقتي في العصر اللي احنا فيه الالياف البصريه خلاص سرعتها مسافتها تختلف حسب التطور. انا بتكلم على المنفذ نفسه. ايه ده؟ المنفذ اللي بيتربط او الكابل السيريال اللي بيتربط ده خلاص اختلف وتطور واثر على سرعه النقل. ايه ده بجد؟ بيأثر على سرعه النقل. يعني اللي هشرح اكتر، الكابل اللي من هنا لهنا، الكابل ده بالذات مش من السيو اخص من ده اللي هو تي دي اي ودي سي. ايه ده؟ الراوتر بيسموه دي دي اي، وصله اللي من هنا لهنا دي دي تي اي ودي دي سي. ليه؟ لان الكابل المستخدم باسمه كده. ايه ده؟ ده اللي هنتكلم عليه المره الجايه. في حاجه اسمها دي تي اي ودي سي. ايه الدي تي اي والدي سي؟ ده دي الوصله اللي ما بين الاثنين. الكابل ده كابل اللي هو السيريال اللي انتوا كنتوا بتستخدموه عشان تربطوا راوترات ببعض، بس هو في الراوتر زي ما قلت في النص فيه اللي هو زي الفيديو اللي انا وريته لكم اللي هو هنا ده. الفيديو ده اللي هو في الواقع اهو، كنت بتعمله كلوك ريت. اللي يفتكر كلوك ريت دي كانت بتتعمل الدي سي اي والدي دي اي، واحد بيدي التاني. ايه الفرق بينهم؟ ده هنقوله المره الجايه. ما علينا، انتوا كنتوا بتعملوا حاجه اسمها كلوك ريت. الكابل اللي في النص ده، ايه ده؟ ده جهاز المودم وده جهاز الراوتر. في كابل ده الكابل ده خلاص هو اللي بيحدد مين الدي سي اي ومين الدي تي اي. ودايما الراوتر هو، طب مش حاجه اسمها بيحدد، ده الدي تي اي وده اسمه دي سي اي. ده الراوتر بيبقى اسمه دي سي اي وده تي تي اي. ودايما بيبقى ده اللي فيه الميل وده الفيميل. خلاص الكابل بتاع الدي سي اي والدي تي اي ده شكله بيبقى عامل كده. الكابل ده بقى تطور، وطبعا الكابلات دي بتأثر على سرعة النقل. يعني ايه؟ هتفهموا. ده شكله شكل الكابل. كابل السيريال خلاص. احنا هناخد بقى انواع الكابلات دي وايه الفرق بينها
والتطور اللي حصل لها اللي مأثر بيأثر على سرعة الايه النقل بتاع البيانات، او سرعة نقل او انترنت او اي شبكة انت عاملها يعني. تمام، ده هنتكلم عليه المرة الجاية، غير هنتكلم على انواع غير الدي اس ال، انتوا عارفين الدي اس ال والكلام ده كله، هنتكلم على حاجات تانية انواع شبكة، بس هنتكلم على ده الاول، معيار ده او كده. تمام، هنقف لحد هنا خلاص، وهنتكلم عن الموضوع ده المرة القادمة إن شاء الله يا شباب.